وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. ثالثاً، تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة، مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري. برضو في حواري مع الإعلاميين تكلمت على موضوع الإصلاح السياسي، وقلت هل هذا الموضوع كان في كان في بالنا ولا لا؟ كنا نستهدفه ولا لا؟ عايزين نعمله ولا لا؟ لا طبعا، أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على هذا الأمر، ولكن يمكن الأولويات كانت مأجلة الموضوع ده شوية. لكن دلوقتي أنا بقول إن إحنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوى بدون استثناء أو تمييز، القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز. 11، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات. 12، قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ومن ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة، وذلك قبل نهاية هذا العام.